وسامي الشوى صديقي المستمع من أوائل عازفي الكمان الذين حققوا شهرة عريضة، وشارك بكمانه مع نجوم الغناء أمثال الشيخ يوسف المنيلاوي وعبد الحي حلمي وسيد درويش، كما كان أول عازف كمان في تخت كل من كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب خلال العشرينيات، وقام بجولات فنية في جميع الأقطار العربية ومعظم الدول الأوروبية منها أمريكا وكندا والبرازيل، وكان محل تقدير رؤسائها وملوكها، ومنح العديد من الأوسمة والنياشين. ولسامي الشوى جهود رائدة في نشر التعليم الموسيقي في مصر، فقد أنشأ مع صديقه الفنان منصور عوض أول مدرسة لتعليم الموسيقى العربية عام 1906، استمرت حتى إنشاء نادي الموسيقى الشرقي الذي عرف فيما بعد بمعهد الموسيقى العربية. وله رصيد من المعزوفات الموسيقية التصويرية والتأسيم الموزونة والحرة من شتى المقامات مع سامي الشوى، وهذه التأسيم من مقام حجاز كاركورت. والكمان صديقي المستمع إحدى الآلات الوترية ذات القوس التي تطورت من الرباب القديم، وعرفت في بغداد في القرن الثالث للهجرة أي التاسع الميلادي. وتتألف أسرة الكمان من الكمان أو الفيولينا والفيولا أي الكمان الأوسط، والفيولونسيل أو التشيلو أي الكمان الجهير، والكونترباس أي الكمان الأجهر. ومن الفنان جميل عويس نستمع إلى هذه التأسيم على الكمان. وجميل عويس صديقي المستمع كان إلى جانب تفوقه في آلة الكمان مؤلفا موسيقيا وملحنا، وكان أحد الركيزتين اللتين كان الموسيقار محمد عبد الوهاب يعتمد عليهما
في تنفيذ أعماله الفنية خلال العشرينيات والثلاثينيات، وهما عزيز صادق وجميل عويس. مع جميل عويس وهذه التقسيم على الكمان مقام نوى أثر. وتفنن الأدباء والشعراء الأقدمون في وصف آلات الطرب ومن بينها آلة الكمان في مؤلفاتهم ومقالاتهم وقصائدهم. نذكر منها قول الشيخ شمس الدين النواجي عن الكمان في كتابه حلبة الكميت: قم يا نديمي وبادر إلى سماع الكمانجا، فليس من صد منا وراح عنا كمانجا. وقول الشيخ شهاب الدين بن حجر في وصف جارية تعزف بالكمان مواريا: ما بالها هجرت، وكم مر لي منها الرضا في سالف الأعصار، وقضيت منها إذ شدت بكمنجة ما بين سالف نغمة أو طار. ويبدو حسن التورية في كلمة طار، وهي آلة موسيقية فارسية. ومن الفنان أحمد العريان الذي عرف بحلاوة عزفه وبراعته نستمع إلى هذه التقسيم. وأحمد العريان هو ابن عازف الأنون الشهير إبراهيم العريان مؤلف السماعيات الموسيقية المصرية، وكان الاثنان يكونان ثنائيا موسيقيا بديعا بالإذاعة خلال الأربعينيات. مع أحمد العريان وهذه التقسيم مقام بياتي. Thank you.
ومن الفنان إسماعيل العقاد نستمع إلى هذه التقسيم على الكمان. وإسماعيل العقاد صديق المستمع تعلم العزف على مسيو أرمناك في نادي الموسيقى الشرقي، وهو حفيد رائد آلة القانون محمد العقاد الكبير، وابن رائد آلة الإيقاع مصطفى العقاد، وشقيق محمد العقاد الصغير عازف القانون المشهور الذي أمضى جانبا كبيرا من حياته في الولايات المتحدة. وكان إسماعيل العقاد مفتشا للتربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، وعضوا في فرقة أم كلثوم الموسيقية، واشترك مع صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب وفتحية أحمد. مع إسماعيل العقاد وهذه التقسيم على الكمان مقام رست. وهذه صديقي المستمع تقسيم على الكمان من الفنان يعقوب تاتيوس. ويعقوب تاتيوس درس العزف على مسيو أرمناك في معهد الموسيقى الشرقي، وقد اشترك مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في عدد من تسجيلاته الموسيقية والغنائية، منها في المعادي ومن الشرق، وأحب مهما شوف منه في فيلم رصاصة في القلب.
والصبا والجمال في فيلم يوم سعيد مع يعقوب تاتيوس، وهذه التقسيم من مقام بياتي. ومن عازف الكمان الأول أحمد الحفناوي نستمع إلى هذه التقسيم. وأحمد الحفناوي ينحدر من أسرة موسيقية، فقد كان جده محمد الحفناوي يعزف على العود والكمان، ثم اتجه إلى صناعة الآلات الموسيقية. وأحمد الحفناوي هو شقيق محمد الحفناوي الصغير الذي كان عازفا على العود، وحسن الحفناوي الذي كان عازفا على التشيلو بأوركسترا القاهرة السيمفوني، ومحمود الحفناوي الذي كان عازفا على التشيلو في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم الموسيقية، وخال عازف التشيلو العالمي ناجي الحبشي. وكان أحمد الحفناوي نجم فرقة أم كلثوم، وشارك بكمانه في حفلاتها وتسجيلاتها منذ عام 1936 حتى عام 1975، وقد بلغ من تقديره لأم كلثوم أن ألف مقطوعة موسيقية أطلق عليها اسم أم كلثوم. مع أحمد الحفناوي وهذه التقسيم مقام هزام. Thank you.
ومن الفنان عطية شرارة نستمع إلى تقسيم على الكمان. وعطية شرارة صديقي المستمع درس الكمان على ميسيو أرمناك بمعهد الموسيقى العربية، وحصل على الدبلوم عام 1948 بدرجة امتياز. وهو بالإضافة إلى كونه عازفا بارعا على الكمان فإنه ملحن ومؤلف موسيقي وقائد أوركسترا من الطراز الأول. ومن أهم مؤلفاته القيمة كونشيرتو آلة الناي الذي تألق فيه فارس الناي المبدع محمود عفت، وكونشيرتو العود، وكونشيرتو الكمان الشرقي، وكونشيرتو التشيلو. وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1983 ووسام العلوم والفنون عام 1984، كما حصل على وسام الاستحقاق التونسي. ولعطية شرارة سداسي موسيقي يضم بين أعضائه اثنين من أبنائه، الدكتور حسن شرارة عميد الكونسيرفاتوار والدكتور أشرف شرارة أستاذ آلة التشيلو. مع عطية شرارة وهذه التقسيم على الكمان مقام فرح فزة. Thank you.
من عازف الكمان لبيب حسن نستمع إلى هذه التقسيم. ولبيب حسن صديق المستمع كان عضوا في فرقة سيد الغناء أم كلثوم الموسيقية، وشارك بكمانه مع كثيرين من كبار المغنين والمغنيات أمثال صالح عبد الحي وفتحية أحمد ونجاة علي. مع لبيب حسن وهذه التقسيم مقام حجاز كار. ومن الفنان مصطفى أحمد علي نستمع إلى هذه التقسيم. ومصطفى أحمد علي درس الموسيقى في موسيقات الجيش، وبرع في العزف على الكمان، وعمل في فرقة كل من كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، كما اشترك في أفلام الفنان محمد فوزي، وهو شقيق عازف الأكورديون والبيانو حسين أحمد علي. مع مصطفى أحمد علي وهذه التقسيم على الكمان مقام هزام. Thank you.
ومن الفنان عبد الفتاح خيري نستمع إلى هذه التقسيم. وعبد الفتاح خيري يجمع بين العزف على الكمان والجيتار، وقد اختاره الموسيقار محمد عبد الوهاب ليعزف سولو الجيتار في لقائه الأول مع كوكب الشرق أم كلثوم بنت عمري عام 1964، وهو اللقاء الذي أطلقت عليه الصحافة لقاء القمة ولقاء السحاب. وله محاولات ناجحة في مجال التلحين، وهو عضو في الفرقة المسيحية. مع عبد الفتاح خيري وهذه التقسيم، مقام عجم. ومن الفنان المتعدد المواهب عبد المنعم الحريري نستمع إلى هذه التقسيم. وعبد المنعم الحريري صديقي المستمع ولد بحي الدراسة بالقاهرة عام 1924، وعشق الموسيقى وهو صغير عن شقيقه الأكبر الملحن الشيخ مصلح الحريري، وتعلم عليه العزف بالعود. وبعد أن أتم دراسته الابتدائية التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية. وقد تأثر عبد المنعم الحريري في العزف على الكمان باثنين من الرواد يعقوب تاتيوس وأنور منسي. بدأ عبد المنعم الحريري حياته الفنية بالعمل مع بعض المطربين والمطربات أمثال حسن الملواني وعبد الله الخولي وآمال حسين، ثم انضم إلى الفرقة الماسية وشارك كبار أهل الغناء في حفلاتهم وتسجيلاتهم. وفي عام 1944 انضم إلى فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، وعمل معها حتى آخر سنواتها. وله جهود ناجحة في مجال التلحين، وغنى ألحانه ليلى مراد وعبد الغني السيد وسعاد محمد وهدى سلطان وفايزة أحمد. وهو مؤلف موسيقي مطبوع، ومن بين معزوفاته سحر الشرق، فكرة، دقات القلب، سماعي نهواند. كما كان قائدا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لفرقة الموسيقى العربية التي كان أحد مؤسسيها. مع عبد المنعم الحريري وهذه التقسيم على الكمان من مقام بياتي. Thank you.
الفنان الفذ أنور منسي نستمع إلى تقسيم على الكمان. وأنور منسي صديق المستمع من الموسيقيين المعدودين الذين يجمعون بأستاذية وتمكن في العزف على الكمان بين الأسلوبين الشرقي والغربي، وهو من مواليد مدينة بيروت في لبنان عام 1922. أحب الموسيقى عن والده الفنان عبد الوهاب منسي الذي كان عازفا قديرا على آلة العود. كان أول من تعلم عليه الكمان جميل عويس، ثم كمال الوراقي بمعهد الاتحاد الموسيقي، وبعدها التحق بنادي الموسيقى الشرقي واستكمل دراسته على الكمان على مسيو أرمانك، ومن بعده مسيو إيزائية. انضم إلى أوركسترا الإذاعة في أوائل الخمسينيات، وشارك بصلوهاته في أروع إنتاج الموسيقار محمد عبد الوهاب مثل الحبيب المجهول، الفن مين يعرفه، همسة حائرة، النهر الخالد، على إيه بتلومني، كان أجمل يوم، غناء عبد الوهاب، وإشهدوا يا ناس، غناء رجاء عبده، ودويتو عندي سؤال لرياض الصنباطي وهدى سلطان. وكانت الأوركسترات العالمية التي تفد إلى مصر للعمل بدار الأوبرا تستضيفه للعمل معها كعازف أول. وأنور منسي هو شقيق عازف القانون الأول عبد الفتاح منسي ويكبره بنحو عامين، وقد فارق الحياة في حادث مروع بمنطقة أهرام الجيزة في اليوم التاسع من شهر يناير عام 1961. مع أنور منسي وهذه التقسيم على الكمان التي يغلفها الطرب والشجن والخيال، وهي من مقام صبا. Mm-hmm.
وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة